الفنان احمد هارون يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة مي عز الدين. اللي حصل بالظبط ان ظهر الفنان احمد هارون مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، واتكلم عن الاخبار اللي كانت بتقول ان هو مرتبط بالفنانة ياسمين عز بعد الفيلم اللي عملوه، وهو فيلم فرح، والفيلم ده تقريبا بقاله اكتر من 15 سنة. فقال احمد هارون بعد لما خلصنا الفيلم ناس كتير بدأت تقول ويطلع اشاعات ان احنا مرتبطين، لكن في الحقيقة الموضوع ده ما حصلش تماما، وياسمين عبد العزيز هي اخت ليا وصديقة طبعا عزيزة، وما فيش طبعا اي ارتباط كان ما بيننا. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.